فيما وصف بأنه أكبر تجمع استثماري في مصر منذ ثورة 30 من يونيو. وفي تأكيد على استمرار الدعم الخليجي لمصر، جاء انعقاد المنتدى الاستثماري المصري الخليجي. هذا المنتدى الذي حشد نحو 500 مستثمر خليجي جاءوا إلى مصر للتأكيد على رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في مصر، في وقت عرضت فيه الحكومة المصرية 60 مشروعا استثماريا جديدا في قطاعات اقتصادية من بينها النقل والبنية التحتية والاتصالات، وسط تأكيدات حكومية على حل مشاكل المستثمرين سيما الخليجيين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر. احنا كثير بنتكلم على انه التقدم يتطلب استثمار، الاستثمار عايز موارد مالية، لكن ليس هذا فقط، ما لم توجد بيئة تشريعية مناسبة هي اللي تجيب الموارد المالية. وأنا بعترف إن هو إن مصر بتراثها الفرعوني أقدم دولة مركزية، عايزين نخففها شوية وترجع القوانين تكون قوانين صديقة للمستثمر. احنا كحكومة جادة واقفين كلنا بنقول للناس تعالوا استثمروا في مصر، في فرص استثمارية هامة هتتعرض عليهم النهاردة، أكتر من 60 مشروع مختلف. طبعا احنا عندنا آلاف المشروعات، ولكن احنا عارضين المشروعات ذات الأولوية اللي هي كل أمورها جاهزة، سواء من ناحية الأرض أو إن شاء الله التراخيص بتاعتها ومرافق وصل لها، فبالتالي يبدأ العمل فيها فورا بإذن الله بعد ما يتم الاتفاق. المستثمرون الخليجيون الذين وصل حجم استثماراتهم في مصر إلى 49 مليار و800 مليون دولار أكدوا أن الاقتصاد المصري يحمل فرصا استثمارية مغرية، وأن تحسن المناخ الاستثماري والأمني في مصر سيشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات. مناخ الاستثماري يحتاج له مناخ سياسي أيضا يغطي ومناخ أمني، فإن شاء الله مع وعود الحكومة الحالية أن الأمور إن شاء الله بتكون إلى الأحسن، أتصور هناك راح يكون في أكثر اهتمام في القطاعات الاستثمارية في مصر. عندنا عقبات اللي هي قيمتها 16 مليار في مصر، بس نحن كسعوديين نحن لا ننظر لل 16 مليار، نحن بننظر ل 84 مليار ناجح في الاستثمار في مصر. فنحن نشكر الحكومة المصرية، نشكر يعني الشعب المصري إنه الحمد لله أمورنا كلها تمام، ولكن نقول إذا استطعنا إن نحن نعالج ال 16 مليار دي هتحرك السوق بشكل جيد. وتتوقع الحكومة المصرية أن يتراوح حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار خلال العام المالي 2013-2014. يتوقع الكثيرون إذن طفرة حقيقية في أداء الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة بعد إعلان العديد من المستثمرين الخليجيين عزمهم ضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، وتأكيد الحكومة المصرية أنها ستعمل على حل مشاكل المستثمرين وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار. ياسين البوهري، CNBC عربية، القاهرة.